خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا قال لشيء كسرته لما كسرته. عجيب. هكذا وصف أنس بن مالك صاحب النبي صلى الله عليه وسلم معاملة النبي له. تأملت كثيرا في الحكمة وراء سلوك النبي صلى الله عليه وسلم مع الأحداث، محاولا فهم السر وراء الشعور الكامل بالرضا بعد وقوع الأشياء خيرها وشرها، حتى اهتديت لشيء أظنه قد ينفعك يا صديقي، فاسمع مني. يزول العجب عندما تعلم أن من أسماء النبي أنه نبي التوبة، فهو الذي فتح الله به باب التوبة على أهل الأرض. فعلى ما تحزن وعلى ما تجلد ذاتك، فالرزق قد ضمنه الله لك، والذنب قد وعدك من لا يخلف وعده، فقال: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ولكن كن على حذر، فمن أحسن الظن بربه أحسن العمل. فليكن شعارك قول النبي صلى الله عليه وسلم: اعقلها وتوكل. وأي نبي؟ إنه نبي التوبة، فلما تجلد ذاتك؟ بص، أنا على يقين في الله سبحانه وتعالى إنه ربنا عفوه كريم، وزي ما احنا كنا بنتكلم وقلت لك إن خير الخطائين التوابين، ودايما عندي آية في القرآن دايما بحب إن أنا كل ما يحصل نوع من أنواع الخطأ أو التجاوز أرددها: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الآية دي دايما كل ما الواحد يحس كده ان هو حصل تجاوز، وانا زي ما قلت لك احنا كلنا بشر في الاول وفي الاخر، وكلنا في وسط حياه يعني بقت مليئه بالتجاوزات بالفتن طبعا اكيد، انما دايما جوايا يقين في الله سبحانه وتعالى ان طول ما انت بترجع لربنا وتستغفره وتتوب ربنا بيغفر لك. فعلى قد ما الواحد بيخطأ وعنده تجاوزات، على قد ما الواحد يعني عنده قدر كبير قوي في رحمة ربنا سبحانه وتعالى، أكيد بخطأ، أكيد بتجاوز، إنما في نفس الوقت برجع زي ما أنت قلت كده في وقت لا ألوم نفسي فيه وأقف مع نفسي وأقول ارجع بقى لربنا سبحانه وتعالى، وزي ما أنت قلت خير الخطائين التوابين. المهم إنك أنت كل ما تخطأ ما تبعدش، ارجع لربنا سبحانه وتعالى. هل انت شايفة ان انت حاولت تحققي حاجة قبل كده وغلطتي وبدأت تحاسبي نفسك على اخطائك؟ اقول لك، ما فيش اي حد ما بيغلطش، كلنا بنغلط، بس بنتعلم. لو قررناها تاني هنزعل ونتضايق. ليه؟ عشان رضا ربنا ورضا امي وابويا. هل لما بتغلطي بتقعدي تجلدي نفسك كتير وجامد؟ طبعا، رضا ربنا ورضا بابايا ومامتي اهم من اهم شيء عندي. هل ممكن تعرضي نفسك لنوع من جلد الذات او تانيب الضمير الزايد لما توعي في اي اخطاء مقصوده او غير مقصوده؟ والحقيقه يعني عشان اكون صريحه معاك، انا كان عندي المشكله دي، وبدات اجيب كتب كتير في علم النفس وكتب كتير لأساتذة كبار، وبدأت أقرأ فيها وبدأت أقرأ في ديني أكتر وأسأل في الجزئية دي مشايخي، عشان لأ، ما ينفعش أن أنا أبقى بجلد نفسي بزيادة. وابتديت أفكر أن يعني، فاكر لما قلت لك أنا أهلي ربوني على المثالية لزيادة دي، كانوا مربيني برضو على فكرة إيه، أجي على نفسي أجي على نفسي أجي على نفسي. لأ، اكتشفت أن ده مش صح، والحديث اللي كتير مننا حافظينه إن نفسك عليك حقا. يعني ايه ان نفسك على دي؟ مش انانيه. انا لما اقول انا محتاجه اعمل كذا انا مش انانيه، لما اقول ايمان لازم تعيش سعيده دي مش انانيه. يعني ده حقي في الحياه ان انا ادور على السعاده
طالما اني مش هاذي حد تاني. انا مش هقول ايمان هتعيش سعيده على حساب تعاسه فلان وفلانه، لا، بس ايمان هتعيش سعيده في وقتها، هي حره تعمل الحاجه اللي هي بتحبها وتفكر. فلا، دي نقطه من الحاجات اللي انا ابتديت اشتغل فيها على نفسي، وابتديت افهمها زي ما بقولها لحضرتك دلوقتي، فابتديت انا اهدى. لا، لما بعمل غلط، ايمان انت غلطتي، ايه يعني كلنا بنغلط، انت هتغلطي يبقى انت لازم تعتذري لفلان اللي غلطتي فيه، او تعتذري لنفسك لو انت غلطتي في نفسك، او تتوبي وتستغفري ربنا سبحانه وتعالى. بس ما اقعدش بقى ايه بالايام واجلد نفسي، لا، وعيني على الغلطه دي عشان احاول ما اكررهاش تاني. يعني دي نقطه مهمه. هل مع خطا معين في حياتك شعرت بنوع من انواع جلد الذات؟ ده على طول، ده عايش معايا على طول، على طول. ده واحد من اكتر العيوب اللي عندي، ان انا عندي جلد ذات رهيب بشكل يعني غلط، مش بشكل صح يعني. يعني مش بقول ده، مش بقول لك انا عيب ان انا طيب مثلا، لا مش قصدي كده. يعني قصدي ان انا عندي يعني انا لو حصلت حاجه قد كده تبقى حاجه بسيطه جدا، يا عم ده عادي. لا، انا بأنب نفسي كتير قوي على حاجات تافهه يعني. فكرتش ازاي تتغلب عليها؟ بحاول والله. يعني ابقى اتواصل معاك بعد كده تساعدني، لان انا فعلا بحاول والله في الموضوع ده. انا بكلم بجد والله، بحاول في الموضوع ده جدا، لان انا فعلا انا ممكن مثلا يعني حاجه تبقى يعني مثلا قاعد في حته مثلا ومسمار راح قطع لي يا عم، حاجه صغيره سهلة جدا يعني. فلا، ده طبع فيا، انا بحاول اشتغل عليه واغيره يعني. كتير لما بنفتكر ذكرياتنا بيظهر قدامنا شريط طويل من الاحداث، ممكن يبقى فيه اخطاء او بعض الزلل، واحنا كلنا مش معصومين من الخطا او من النسيان او حتى من تكرار الخطا. لكن من اكبر الخطا ان احنا نقف كتير قدام معاصينا واخطائنا بحيث تكون سبب في حاله متواصله من جلد الذات والهزيمه النفسيه، وننشئ على اعتابها مزارات نحيي بيها ليالي من البكاء والنواح على ماضي عمره ما هيرجع تاني. شوف كده حواليك، طالب كل لما يحاول الالتزام في المذاكره يتوقف بسرعه عن التحصيل ويشعر ان هو ما فيش امل. شاب مبتلى بمعصيه كل لما يعزم على الاقلاع عنها يرجع ليها ويشعر في نفسه بشيء من النفاق. زوجة أو زوج تستشعر إنها مقصرة في حق زوجها، أو هو مقصر في حق زوجته، وكل لما يحاول يستقيم على حال يرجع تاني لسابق عهده. ولد أو بنت كل لما يحاول يعيد تنظيم حياته طبقا لهدف جاد يتوقف ويعجز. طيب إيه الحل؟ زمان سئل الحسن البصري رضي الله عنه، واحد قال له يا أبا سعيد، إن الرجل يخطئ ثم يتوب، ثم يخطئ ثم يتوب، ثم يخطئ ثم يعود إلى الخطأ. بيسأله بيقول له متى ينتهي، يعني إمتى هيخلص؟ فقال له الحسن عبارة جميلة قوي، قال إلى أن ييأس الشيطان منه. ود الشيطان منكم بهذه، فلا تملوا من الاستغفار. ميزة الإسلام القصوى يا جماعة إنك تقدر تبدأ من جديد في أي وقت من غير ما تحترق نفسيا على اللي فاتك أو اللي فشلت في تحقيقه قبل كده في حياتك. واسمع للبشارة دي من ربنا سبحانه وتعالى، يقول إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وده سر اسم الله عز وجل الودود في قوله وهو الغفور الودود. في عندنا معنى اسمه المغفرة، والمغفرة بتقتضي محو الذنب كأنك ما عملتوش، لكن ممكن تفوت عليك فرصة محبة ربنا لو كنت على الطاعة طوال فترة المعصية. فهنا بيجي معنى اسم الله الودود، وهو الذي يود عباده الصالحين ويحبهم، مش بس كده بل ويبدل سيئاتهم حسنات، كأنهم كانوا على الطاعة طوال فترة المعصية. ففي فرق كبير بين محاسبة الذات وبين جلد الذات. انظر لقول النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا أبو هريرة بيقول سمعت رسول الله يقول إن عبدا أصاب ذنبا فقال يا رب إني أذنبت ذنبا فاغفره لي، فيقول الرب عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به فغفر له، ثم مكث ما شاء، يعني قعد فترة طويلة وأصاب ذنبا آخر، وربما قال إني أذنبت ذنبا آخر فقال يا رب إني أذنبت ذنبا فاغفره لي، فيقول الحق عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به فغفر له، ثم مكث ما شاء الله للمرة الثالثة وأصاب ذنبا آخر، وربما قال يا رب إني أذنبت ذنبا فاغفره لي، فيقول الحق عز وجل علم عبدي
أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. شايفين معنى العفو، معنى التودد من الحق سبحانه وتعالى بالغفران وبالصفح عن العباد. وفي الحديث عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سيد الاستغفار، وده حديث مهم يا جماعة يا ريت نحفظه، سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. صدق من سماه نبي التوبة صلى الله عليه وسلم.